أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تتطور مع التقنيات الطبية الكثير من العلاجات، منها علاج تصحيح النظر بدون جراحة. نتعرف على تقنية الإنتراليزك مع زميلتي خلود من الرياض. إليك يا خلود. شكرا ميسا حبيبتي، فعلا هذا موضوع فقرة اليوم، وهي عن نتكلم عن التقنية الجديدة وهي الإنتراليزك. لكن خلينا نشوف هذا التقرير المصور ونعرف تفاصيله ثم نرجع لكم. هي عملية انترليز للعيون، هي عملية تصحيح نظر. تصحيح نظر بسبب يعني بكون عندي ضعف في النظر، عندي ضعف وانحراف. بشتغل فكتير بستعمل الكمبيوتر، وبحتاج اني يكون نظري ممتاز عشان أقدر يعني يكون شغلي فعال أكثر. فعشان هيك أحسن لي من النظارات والعدسات، لأنها بترهق العين كتير. معانا النهاردة آية عندها 19 سنة، عندها قصر نظر مايوبيا، وعايزة تتخلص من النظارات وكمان العدسات مش مناسبة ليها. عشان كده هنعمل لها عملية الانتراليز النهاردة علشان تتخلص من النظارات والعدسات، علشان نقدر نشتغل نعمل العملية داخل العين. طبعا ده بيكون تسطيح لسطح القرنية علشان الجزء اللي بيرفع من القرنية يكون متساوي في السمك. دلوقتي هنبتدي عملية الانتراليز. زي ما انتم شايفين الليزر بيتقدم داخل القرنية عشان يعمل اللي احنا بنسميها الفلاب، اللي هو الجزء العلوي اللي بيرفع من سطح القرنية، بيكون دقيق ومحدد الشكل، السايز والشيب والثيكنس زي ما انتم شايفين كده. شوف هنا القطع اللي اتعمل بواسطه الليزر باين في القرنيه، والعتامه البسيطه دي مؤقته، دي الاير بابلز، الفقاعات الميه اللي بتفصل القرنيه بواسطه الليزر. ده بيروح مع الوقت، وطالما ظهر الحدقه البيوبل ظهر عندي ممكن ان انا ابدا ارفع القرنيه. زي ما شفنا كل العملية اتعملت بواسطة الليزر، بالانترا ليزر الأول، بعدين الإكزايمر ليزر اللي عملنا الليزك، وزي ما احنا شايفين ان القرنية رجعت لمكانها تماما في نفس الموضع. زي ما عرفنا انه الانترا ليز هو جهاز لقطع القرنية، والقطع ده نقدر نتحكم في سمكه ومساحته وموضعه في القرنية، وبالتالي له استخدامات أخرى من ضمنها جراحات إصلاح النظر الأخرى كزرع الحلقات. في بعض الناس ما نقدرش نعمل لهم ليزر، وبنلجأ الناس اللي عندهم القرنية المخروطية أو اللي عندهم درجات كبيرة من ضعف النظر، بيكون لا نتمكن من إجراء عملية الليزك أو الليزر ليهم. في وسائل أخرى لإصلاح النظر. مرحبا أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وطبعا شفنا عندنا التقرير اللي شفناه مع بعض، لهذا نبغى نستفيد أكثر من الموضوع هذا ومن العملية هذه، هي لتصحيح النظر اللي بالإنتر ليزك. نرحب بضيفنا الدكتور استشاري الجراحة طب العيون دكتور خالد عرفة بمستشفيات أوباجي. نورتنا يا دكتور. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. طبعا شفنا التقرير مع بعض، نبغى تعريف مبسط، ما هي تقنية الإنتر ليزك؟ احنا ذكرنا سابقا في اللقاء السابق انه ما هو الليزك، اللي هو اجراء التصليح النظر في عمق القرنيه.
فحتى نجري التصليح في عمق القرنيه لابد ان نرفع الجزء العلوي غطاء من على سطح القرنيه، لو احنا زي ما احنا قلنا بنسميه الفلاب. الليزك العادي بيكون رافع الجزء العلوي ده بواسطه اله ميكانيكيه او مشرط الكتروني. فيظل برضو مشرط، ولكن الانترا ليزك بنستخدم تقنيه الفيمتو سكند ليزر او اللي هو الانترا جهاز الانترا ليز لرفع الجزء العلوي من على سطح القرنيه. طبعا استخدام الليزر او الانترا ليز بيكون اكثر دقه من ناحيه موضع الجزء المرفوع، اكثر دقه من ناحيه حجم الجزء المرفوع، اكثر دقه من ناحيه شكله شكل الجزء المرفوع، اكثر دقه من ناحيه سمك الجزء المرفوع. كل دي اشياء مهمه جدا في رفع الجزء العلوي من على سطح القرنيه. طب ايش يكون الفرق بين الليزر والليزك؟ ايش الفرق بينهم؟ لا احنا قلنا انه الليزك ده هو تقنيه اسم تقنيه اجراء العمليه، الانترا ليزك ده اسم تاني للتقنيه الاخرى اللي بيستخدم فيها جهاز الانترا ليز. فالليزر العادي اللي هو سابقا قبل وجود الليزك وقبل وجود الانترا ليزك كان بيجرى الاصلاح على سطح القرنيه. وهذا اللي انا اعرفه دكتور كانت عمليه جراحيه بتشرطوها على السطح. لا غير التشريط، غير التشريط. التشريط ده كان يعني في مرحله سابقه، وبعد كده تدخل الليزر بإعادة تشكيل سطح القرنية اللي هو إعادة تصحيح أو تشكيل شكل القرنية بواسطة الليزر، بعد كده الليزك بنرفع الجزء العلوي من سطح القرنية بواسطة الآلة الميكانيكية أو مشرط، التطور الأخير اللي هو رفع الجزء العلوي بواسطة الليزر، فبسموه حتى أول ليزر يعني بدون أي تدخل جراحي أو أي تدخل بواسطة مشارط. وفي طبعا يعني تطورات أخرى حدثت بنسمع عنها اللي هو إجراء الليزك عن طريق بصمة العين. والبصمات دي، بصمة العين دي كمان ليها طب هذه بصمة العين ما بتكون هي خطوة من خطوات عملية الانترا ليزك صح؟ ممكن تكون من خطوات عملية الانترا ليزك. ايوه هي بصمة العين، انه كل واحد او كل انسان له شكل معين في العين، يعني مش لو واحد عنده ناقص رقم معين والتاني نفس الرقم مش هما الاثنين زي بعض. في اختلافات دقيقة جدا بتكشف في سطح القرنية، في اختلافات دقيقة جدا بنقول عليها الويف فرونت اناليسيس، بنقسم مدخل العين البؤبؤ الى 500 وحدة شعاعية تدخل الى داخل العين، وندرس عن طريق الأجهزة الحديثة كيف يكون التعامل مع كل شعاع من ال 500 جزء في خلال محيط البؤبؤ، ويتم التعامل بعد ذلك في الإصلاح بناء على الخريطة دي أو الخريطة دي أو بصمة العين دي. طب طب دكتور سؤالي لك اللي هي الكستمايزد ابليشن، لا سؤالي لك العمر المحدد بداية العملية هذه لها عمر محدد؟ ممكن نبدأ نعمل العملية دي ابتداء من 18 سنة. ايوه 18 سنة، من 18 سنة. ايوه طيب طبعا لل يعني للنساء والرجال يعني. طيب هذا هو فعلا اخذته مني. طب للسيدات والرجال مين تشوف اللي الاغلبيه اللي بيجون للعمليه هذه؟ لا كله بيجي للعمليه دي، كله بيجي للشباب. يقول سمعنا نسبه البنات انه اعلى من الشباب. لا بالعكس، يعني مش اعلى طبعا، بنات كثيرين ولا يعني هو باب الاهتمام؟ لا بس هو كل واحد له دوافع مختلفه عن الطرف الاخر يعني. وان كان الجميع الان يحب يتخلص من النظارات، الشباب والفتيات، طبعا بالنسبه للشكل وبالنسبه لاسباب اجتماعيه، الشباب كمان برضه بيحبوا يتخلصوا من النظارات تكون عائق بالنسبه لهم، بالنسبه لممارسه نشاطاتهم اليوميه، النشاطات الرياضيه، بالنسبه زي ما قلنا سابقا ان بيدخلوا المعاهد والكليات العسكريه. فلا هم الاثنين يعني في نفس. طب انت ايش تنصح فيه يا دكتور؟ بالليزر ولا بالانترا ليزك؟ طبعا هو الانترا ليزك زي ما ذكرنا له مميزات كثيره، يعني اكثر دقه واكثر تحسنا في النتائج واكثر ثباتا في النتائج. فهو يعني ينصح له طبعا في جميع الاحوال، لكن في بعض الناس بيكون مضطرين اضطرارا ان احنا نعمل لهم الانترا ليز، بيكون مضطرين في بعض الناس اللي هم عندهم السمك غير كافي. في سمك القرنية غير كافي، ما نقدرش نستخدم المشرط الإلكتروني أو المشرط الميكانيكي. فلا بد من استخدام الانتراليز، تقنية الانتراليز للتحكم في الجزء المرفوع من على سطح القرنية. كمان بالنسبة لي يعني درجة حدوث الجفاف بعد العملية بتكون أقل في استخدام تقنية الانتراليز، فلذلك في يعني الأكبر سنا بعد الأربعين يفضل لهم استخدام الانتراليز، لأن نسبة حدوث الجفاف عندهم بتكون أكبر
من غيرهم، والانتراليز كمان بيمكننا ان احنا نقلل نسبه حدوث الجفاف الى درجه كبيره، سيكون الافضل بالنسبه له. في اشياء اخرى بقى تقنيه بالنسبه للسطح، بالنسبه للقرنيه، القرنيات الاقل تحدبا بيكون في خطوره من انفلات الجزء العلوي من على سطح القرنيه، فيفضل استخدام الانتراليز. طيب دكتور، سؤالي لك الاخر، طب ايش المضاعفات اللي ممكن، يعني مثلا زي ما شفنا المريضه اللي سوت معك العمليه هذه، بعدها بتمارس حياتها عادي ولا في اشياء مطلوبه منها تبتعد عنها؟ لا ما فيش، يعني هو يعني في الاغلب العام نفس الحرص اللي بيستخدم في الليزك هو نفس الحرص الموجود في الانتراليزك، هو بس ممكن يكون في بعض التحسس من الاضاءه في اليوم الاول. أيوة. مش الى اسبوع او اكثر، هو في اليوم الاول بيكون في بعض التحسس للاضاءه بالنسبه للناس الانتراليز. يعني طبعا برضو الفوائد الاخرى من الانتراليز غير اللي ذكرناه، ان اي نسبه اثار جانبيه بالنسبه لقطع الجزء العلوي من القرنيه التي قد تحدث ولو بنسبه ضئيله، انها معدومه تقريبا بالنسبه للانتراليز، لان التحكم شديد جدا في قطع الجزء العلوي من القرنيه. ايوه. طيب دكتور، احنا سمعنا كمان انه يعني العمليه هذه هي اختلاف عن الليزر، ان هي الوحيده يبغى لها تحضيرات، يعني اللي قبل ما تجي انها بتجي تقبل على العمليه هذه لازم تكون تحضر، تمر عده مراحل. ما هي نفس يعني نفس مراحل هل الكلام هذا لا لا ده غير صحيح. نفس مراحل التحضير بالنسبه للليزك هي نفسها بالنسبه للانتراليزك. يعني خطه العمليه البلان العلاجي ده بيضعه الطبيب، ملوش تحضير، نفس الخطوات التحضير هي نفسها خطوات التحضير بالنسبه للانتراليزك. لا يعني مثلا زي نتكلم من ناحيه البنات. أيوة. اوكي، يعني من ناحيه الميك اب وكلا تستخدمه بعد قبل العمليه، قبل ما تيجي بتمارسه او وبعد ما تنهي كمان العمليه تلجا. يعني هو طبعا بس المطلوب انه يعني مجرد قبل الدخول لاجراء العمليه لابد ان هي تزيل ادوات التجميل من حول العين، حتى وبعد العمليه، بعد العمليه بعد يوم واحد تقدر تستخدمه، يعني تقدر تستخدم الكحول والمسكرة عادي بعد يوم واحد. اوكي طيب، طبعا لان بعد يوم واحد بكون انا شفتها في المتابعه اطمئنيت ان كل شيء في موضعه وتقدر تستخدمه، تقدر تستخدم ادوات التجميل. ولا بيتاثر النظر مستقبلا؟ لا لا، باستخدام ادوات التجميل؟ لا لا، بنقل عمليه الانتراليزك المفروض ان هي تكون النتائج بتاعتها اكثر ثباتا واكثر دقه. ايوه، هو الليزك طبعا العادي هو دقيق جدا. أيوة. ولكن ده كمان مزيد من الدقه. أيوة. مزيد من الدقه. طيب يعني بيجوك اشخاص كمان اللي بيجيك عندهم يعني بعين واحده يكون في قصر نظر، اوكي، وعندك العين الثانيه تكون طبيعيه، كيف بتطبق معاهم العمليه هذه؟ لا ما احنا الهدف انه العين تعود الى الوضع الاقرب الى الطبيعي. أيوة. فاحنا بنحط خطه العمل بالنسبه لكل عين على حده. ايوه، يؤخذ الاعتبار كمان عمر المريض او سنه. أيوة. يؤخذ الاعتبار احتياجاته في عمله. أيوة. كل ده بيؤخذ في الاعتبار، بيؤخذ في الاعتبار يعني يسمح انه ممكن تسير يسمح. أيوة. طيب مرت عليك حاله انه ممكن يكون العين غير عن العين الاخرى، يعني مو ده بالتأكيد. يعني لا يعني مو سليمه نفس الطريقه، يعني في عندها انحراف او شيء؟ لاني انا اعرف انه ما ادري، يعني احنا بنتعامل مع كل عين على حده. آه. احنا لا نتعامل مع المريض او طالب الخدمه. أيوه. انه الاثنين زي بعض، لا احنا بنعمل فحوصات كامله لكل عين. تمام. ونضع خطه منفصله لكل عين. أيوه. طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان ايوه انا هذا سؤال، يعني ما تتم في نفس اللحظه، يعني تتم في نفس اللحظه ممكن، يعني انا بعمل العمليه للعينين الاثنين لنفس الشخص. آه. في نفس الوقت. أيوة. لكن ده لا طبعا، ده ليه اجراء جراحي. أيوة. وده ليه اجراء الجراحي الخاص بيه. اه اوكي، عشان كده احنا حتى مش عارف شفته في التقرير انه. أيوة. البلان المحطوطه او الخطه المحطوطه في الكمبيوتر دي للعين اليمنى. أيوة. وبعد كده للعين اليسرى، كل عين ليها الخطه الخاصه ليها. تمام ممتاز. آه. طيب نصيحتك الاخيره دكتور؟ لا يعني زي ما يعني في ناس في كثير تسمع انه يتخوفوا منه، وفي لا ناس لا 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 زي ما قلنا، يعني ان عمليات اصلاح النظر دلوقتي اصبحت امنه بشكل كبير، يعني بس تحتاج الى الفحوصات الكامله والتقدير الصحيح. زي ما قلنا، زي ما قلت لحضرتك، في بصمه العين، بصمه العين عن طريق طبوغرافيه القرنيه، بصمه العين عن طريق الويف فرونت، تحليل الاشعه اللي داخل العين. كمان ما قلناش ان الانتراليز ده بيستخدم في اشياء اخرى كثيره، في استخدام في جراحات اصلاح النظر، زراعه حلقات داخل القرنية. دول الناس اللي كان لا يمكن إجراء الليزر بالنسبة لهم أو الليزك بالنسبة لهم، أصبحنا دلوقتي نقدر نصلح لهم النظر عن طريق استخدام الحلقات بواسطة الانتراليز. طيب ممتاز. زراعة القرنية بالنسبة للمراحل المتأخرة جدا، بالنسبة للناس اللي عندهم القرنية المخروطية، أصبحنا نجريها الآن يعني بأمان تام بواسطة الانتراليز. يسعدك يعني ربي يا دكتور، يعطيك العافية. وإحنا عارفين ما شاء الله إن موضوع المجال يعني لو تيحت لنا فرصة نتكلم عن الحلقات. أنا عارف إنه يبغى له طويل، لكن إن شاء الله يكون مرة ثانية. أنت عارف هذا مكانك خلاص صار إن شاء الله بإذن الله يا دكتور. يسعدك.
يسعدك ربي. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله استفدتوا من حلقتنا اليوم واستفدتوا من نصائح الدكتور خالد، ونشكر الدكتور خالد عرفة مستشار استشاري جراحة طب العيون في مستشفى أوباجي. الآن سوف ننتقل إلى زميلتي ميساء ونشوف إيش معانا في برنامج سيدتي من أبرز ما جاء من أخبار السعودية، لكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، عاصي الحلاني فارس يعتلي صهوة الغناء لإنقاذ ساحة مسرح المدينة ببيروت.